من المواضيع اللي احنا تناولناها في سورة آل عمران موضوع وصف أهل الكتاب وقصصهم مع أنبيائهم، واللي منها قصة سيدنا عيسى عليه السلام مع قومه. سيدنا عيسى عليه السلام ابن السيدة مريم دعا بني إسرائيل لتوحيد الله وإنهم يعبدوا ربنا، وقدم لهم كتير من العلامات اللي بتدل على إنه نبي مرسل من عند الله، وهم طلبوا منه إظهار معجزات تؤكد إنه نبي، وربنا سبحانه وتعالى إداله المعجزات دي علشان يؤمنوا. بس هم أمنوا بعد كده ولا لأ؟ يلا نشوف. سيدنا عيسى عليه السلام ابن السيدة مريم، واحد من أنبياء بني إسرائيل، قال لبني إسرائيل إن ربنا سبحانه وتعالى أرسلني إليكم علشان أهديكم، وأنا جيت لكم بالمعجزات اللي بتدل على إني صادق ومرسل لكم من عند الله، وكمان أنا مؤمن بكل ما جاءت به التوراة. إيه هي التوراة؟ هي كتاب ربنا أنزله على سيدنا موسى النبي عليه السلام اللي كان قبل سيدنا عيسى. أمال سيدنا عيسى نزل عليه إيه؟ نزل عليه الإنجيل، وقال لهم أنا مش عايز حاجة منكم غير إنكم تتقوا ربنا وتسمعوا كلامي، علشان طاعة الرسول من طاعة ربنا سبحانه وتعالى. وكمان أنا جبت لكم علامة من ربنا، وهي إن أنا أخلق لكم من الطين على شكل طيور، يعني يعمل تماثيل من الطيور طين وينفخ فيها، قال لهم أنفخ فيها فتكونوا طيرا بإذن الله، تكون طيور. بس ده مش من عندي، لا، ده ربنا اللي عملها لي كده، ودي معجزة ربنا اديها لي علشان تعرفوا إني صادق. وكمان في معجزة تانية، أشفي الأبرص. الأبرص اللي هو عنده مرض في الجلد، ما كانش زمان الأبرص ده بيخف أبدا، أنا أشفي الأبرص بإذن الله. واللي يتولد أعمى كمان معجزة تالتة، أرجع له بصره. وكمان ممكن أقول لكم اللي في بيوتكم فيها إيه، وكل الحاجات دي بقدرة ربنا سبحانه وتعالى. وانتم لازم بعد كل الآيات دي تؤمنوا بربنا وتخلصوا له العبادة. طيب هم بعد كل المعجزات دي أمنوا؟ لا. وسيدنا عيسى جاله إحساس إنهم مش هيؤمنوا، وإنهم رغم كل الحاجات دي اللي شافوها لسه كفار. فسيدنا عيسى سألهم مين اللي آمن ومين اللي يعني هينصر دعوتي ويكون من الحواريين بتوعي. يعني إيه حواريين؟ يعني أنصار سيدنا عيسى اللي آمنوا به. فلما سألهم قال الحواريون اللي هم أنصار سيدنا عيسى إحنا أنصار الله، آمنا بالله، واشهد يا عيسى يا سيدنا عيسى إننا مسلمون. وبعدين دعوا ربهم إنه يكتب لهم يكتبهم من الشاهدين، ودول كانوا قلة قليلة والباقي كفروا. وربنا قال لسيدنا عيسى عليه السلام الناس اللي كفروا هعذبهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة، ومش هيكون لهم أنصار يدافعوا أو يحموهم من العذاب.